انه الكميه تاع الامطار اللي تسقط ولات اكثر غزاره، يعني كميات كبيره في وقت قصير. نعطيك مثلا في جيجل سجلنا 75 ملم في اقل من ساعتين. ومصر في جيجل هو كان واد عرف فيضان، للاسف الوديان تاعنا في كاين مشكل كبير. اولا ولاو هذه دو بوتوار اللي يجيرني فيهم الاخر، الناس عاد تسكن في الوديان، تبدا في الوديان، كل هذه المشاكل النتيجه شو شفتوها، يكونوا فيضانات ويصراو خسائر للاسف. كان برنامج، كان استراتيجيه، وحنايا جردنا حوالي 865 نقطه حساسه كي سيد دوك دي سيت بوتونسيلمون انوندابل. وضعنا لهم برنامج تدخل، وان شاء الله راح نقوم وراح ننفذوه في 15 سنه القادمه ان شاء الله.